العرس في تونس قديش يتكلف حسب رايك؟ يتكلف من 30 وانت طالع، دونك مينيموم 30 مليون اللي هو يحل لك بروجي راه في تونس. انت شنو الحاجات اللي ما تستغناش عليهم في العرس؟ وليت تو كي نخمم نجم برشا حاجات نستغنى عليهم. كيف ما المصروف الزايد، السهريات، الفرقه الدراشنيه، ليله برك تكفي وتززي معناها فاش قام 7 أيام وسبع ليالي. دونك لو كان امك تقول لك لا نحب انت 7 أيام وسبع ليالي. والله ديجا نحكيو فيه الموضوع هذاك يعني امي، وتعرف انت العادات والتقاليد مالوريزمون، دونك هذاك تو الشباب ولا يتحمل في مسؤوليه العادات والتقاليد وبين قوسين الصبر اللي هي سامحني معناها نشوف فيها مصروف زايد على الاخر. وديما لي جون تو ولاو يخموا بيرسونيلمون 30 مليون ولا 40 مليون باش نحطهم في ساريات وباش نشيخ فلان وفلتين ونجيب فرقه الفلانيه وحلو وزازا وذاك الكل، نمشي انا يعني وحده من الناس نخليه عندي ونعمل بيه فواياج دو نوس بي، ولا نمشي نحل بروجي على روحي. دونك جو مينيميز لو ماكسيموم تاع المصروف والبقية نخليه روحي. علاش فاش قام نصرف فيه على الناس ونبقى اني بعتالي نخلخل في الديون ومتسلفه من هذاك وهذاك، وبعد الديون على فكره تصير تعدي الشهر الاول الشهر الثاني سافا على الاخر لاباس عليكم، بعد مش تولي تخلص، من بعد راك مش توصل للتاب نتاع هكا غارقه لنا في الديون وتنجر عليها مشاكل، كنت باش تعرس وتتهنى وترتاح باش تخلق لك مشكله جديده، تولي اش لزني نعمل العمله هذه. باش ينجح العرس شكون اللي يلزم يتحمل مسؤوليه اكثر، المراه ولا الراجل؟ مع بعضهم الزوز، مش بالضروره واحد برك، لازم الزوز متفاهمين في كل شيء ويتحمل مسؤوليه الزوز. طيب يقول لك العرس في تونس يتكلف برشا مصاريف ويلزم برشا فلوس، وفي بعض الحالات نلقاو ناس عندهم برشا فلوس وبعد يطلقوا، علاش حسب رايك؟ ونعرف ايه تو سامبلومون ما يتفهموش هي وفات الفلوس راهي ماهيش كل شيء معناها في العرس، فهمت؟ فما اول حاجه فما الحب باش يداوم العشره معناها ولا يداوم العلاقه والاحترام بيان سور، بعد كي راهو الفلوس ماهيش هي اللي تداوم العرس ولا حاجه ولا هذا هو. كي يبدا عندك حب وعندك عشره وما عندكش فلوس ينجم ينجح العرس؟ كان النجم ينجم ينجح كما نقولوا احنا اكثر من اللي عندك فلوس، اكثر من اللي عندك فلوس ينجم ينجح. وي كنت قلنا زوز متفاهمين وعاملين جو كما نقولوا نعيشوا عيشه بسيطه على الاخر، عاملين جو الحمد لله. باغ كونتر انا راني كونتر العرس توا. والله باهي اعذر لي ابار انك كونتر العرس، شنو هي مواصفات فتاه احلامك خلينا نقولوا؟ ما فماش مواصفات واو، المهم تكون بنت اصل لا اكثر لا اقل. ماكش انت رحاب تهنى ولا تحب تكون بنت اصل لا اكثر لا اقل بالحق. تقولوا بنت اصل خلينا نزيدوا نفسروا شنو هي فيها احسن؟ التربيه والاخلاق كها، ومعناها كما نقولوا كي نقولها باش تعيش راك باش تعيش العيشه هذه نعيشها زوز مع بعضنا، نقسموا كل شيء مع بعضنا، فهمت؟ ماهيش ديما نقول ماهيش فلوس، نقول ديما قضيه معناها قضيه كلكو سوا قضيه دار ولا قضيه الشارع، كل شيء مع بعضنا لا اكثر لا اقل. ولا هذيك يعني هي انت تقبل بنت حلال وتكون متربيه واخلاقها باهيه، اما مش مزيانه مثلا ايش نقول لك؟ الزين زين الفعل كهو لا اكثر لا اقل، هذا هو اللي عندي انا بالضبط. علاش انا مزيان باش شنو انا مزيانه؟ والله لا ابروبو سيجي نتاع ماهوش نتاع مش مزيانه، راه بالعكس برشا ولادي يقولوا كيكا زين زين الروح زين القلب، راه كونتخيغ معناها اكيد يلوجون. اي انا راضيه بروحي الحمد لله، مزيانه ولا مش مزيانه ساتيسفيت الحمد لله يا ربي. الوغ كو غسان راهو لا معناها مش كان غسانه، نحكي اون جينيرال برشا ولاد يقول لك زين زين الروح، اما مينيموم تكون موجود معناها، فهمت؟ هكا انت شنو مواصفات شريك حياتك؟ كنا سيرتو نتفاهم انا وياه اول حاجه، نتفاهموا معناها فما حاجه نتفاهموا فيهم، قدرني انا نحترمه وبيان سور نحبوا بعضنا وكهو اكثر من هكا. ما عندوش فلوس؟ اذا ما عندوش فلوس ما تقلقنيش برشا، الفلوس معناه موجود المينيموم اللي نجم نعيش بيه، موجود المينيموم اللي نجم نعيش بيه امان لحياتي يا والله الموجود المينيموم اكيد مانيش نرضى باش نكون صريحه معناه، مش باش نرضى باللي ما فماش جمله خاطر تو تحب ولا تكره الدنيا صعيبه وماشيه وتصعب، ونقرا حساب اولادي اللي جايين، اني ما عنديش استعداد اني عايشه اولادي في حاجه ما تعبهم، دونك نرضى باللي عايشني واللي يخليني محترمه في الدنيا ونعيش نص نعيش صغاري وكا. فما فئه كبيره من الشباب التونسي يقول لك اللي الزواج هو قرار ومسؤوليه كبيره على جميع الاصعده، تو الطفله في تونس نجم تقيم دار وتعمل مسؤوليه؟ مش الكل تو مسؤولين باش يقيموا ديار ويقيموا
تحب ولا تكره مش كيما قبل مش كيما تو، كلمة صحيح يقولوها أما مش بالحق، مش كيما قبل مش كيما تو. قبل كانت ألاج دو 16 و 18 وكانت بالحق كابابل باش تقيم الدار، فهمت؟ توا ليه؟ توا مازالوا معناها فما برشا حاجات، برشا معايير تبدلت وبرشا حاجات تبدلت، دونك ما عادش كيفاش. لأنه صحيح الطفلة التونسية تلقى روحها بين أنها تتلهي بروحها وتزين وتعمل مكياج وكل، أو بيان تخدم وتجيب فلوس وتعاون على قفة الدنيا. لازم نعاود ناكد، مش الكل، فما شكون توفق من انها تتلهي بروحها وتكون فاهم هكا محلاها وكل شيء، خاطر هذيك زاد حاجه ما نعرفش يعني. المراه عندي يعني لهوه وفينا وهكا ولبسه وباهيه ومعناها تبدا محلاها، وزاد ما تعملش راجلها وصغارها ودارها ونظافتها وكل شيء، فهمت؟ دونك توا زاد مالوغوزمون زاد مش الكل تلقاها، متى تلقاها معناها يا تلقاها معناها لهيه بتسكي مكياج ودرا شنو فازيت ولبسه، ولا تلقاها ناس يا روحها مهمله روحها ولا هي بصغار ومشاكل الدار ومشاكل الراجل ومشاكل النظافه. دونك وفما شكون معناها سا ديبون، انت وانت المراه، انت والكومبورتمون نتاع المراه، انت وشخصيه المراه، انت وكيفاش تتصرف. دونك راني قلت لك مش يوم العرس في تونس تقريبا قداش يتكلف؟ عرس عرسه من هذيك الزازه والكل فما 50، فما 50 ولا فما 50 شويه ميه. ليه نحكي مش نتاعك الاوت قام قال الاخر، معناها عرس نتاع حنا، عرس حمام زيز هكا فيه اللي فيه الحاجات اللازمين هكا، هو معناها نسوي 50 50 80 هكاك. الطبيعه هي مسؤوليه كبيره و اون بلوس حاجه اناتوندو، معناها اي طفله تونسيه في عمر الزواج تحلم بحاجات معناها اللي احلى، معناها كما تتفرج في التلفزه كما في المسلسلات وكل، لكن الواقع مختلف جدا. معناها جست فترتك العرس وقت الخطوبه والتحويس وبعد تبدا مسؤوليات كيسيون دارجون، فهمتني؟ مشكلة فلوس، تفاهم بين هي والراجل، مسؤولية التطيب شي يحبوا الصغار شما يحبوش، مسؤولية التعليم زادة والخدمة، فهمتني؟ هذا الكل معناها الكل على عاتق المرأة، فهمتني؟ مش معناها ما تلقاش حتى الوقت باش تحاول باش توفق باش تتلهي هي بروحها وميم طون، وميم طون لازم توفق بين دارها لي دو على فوا. معناها ماهي سهلة برشا برشا، تختار يا تتلهي بروحها كوم يلفو باش راجلها نهار كامل يتلهي بها، يا تختار دارها وتوفق بين صغارها، ولا تحاول باش الزوز. وهذاك هو اللي صعيب، اللي تحاول المرأة باش توصل له باش توفق بين دارها ومعناها وتعطي راجلها اش لازمه، ومعناها ومعناها وتحاول باش تكون كيما هو يشتهيها هي باش تكون. ومن ناحية أخرى يلزمها زادة توفق بين صغارها ودارها ونظافة دارها ودنيتها وكل وخدمتها أون بلوس تكون على وتاخ. يعني نفهم من كلامك اللي المرأة مسؤوليتها تتجاوز التصديرة والروبة البيضاء؟ لا تتجاوز برشا برشا برشا، وثم فرق بين المرأة اللي قاعدة في الدار وبين المرأة زادة اللي تخدم. المرأة اللي تخدم في الدار عندها مسؤوليتين ولا ثلاثة ولا حتى أربعة، سيغتو مع الخدمة، مع تروح للدار وتعرف أنت صغار ومسؤولية وتطيب ودنيا، مش كيما المرأة اللي قاعدة في الدار واللي تركرك في التاي واللي تلقى جارة باش تحكي معاها واللي حمامها ودنيتها وروبتها وراجلها دون لو طون وكل شيء هذا يوصل لها من غير ما تقعد لا تتشرط ولا حتى شيء. توا ولا معناها صعبت ياسر، ما عادش سي با فاسيل، معناها سيغتو في وقتنا توا مع المسؤوليات، والمراه اللي قاعده في الدار ما عادش تنجم تقعد في الدار، اللي توبليجي باش تخرج تخدم. دونك ماهيش نتاع تصدير وعرس ولا لا 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 لا، ويلزمها زاده تعرف الراجل على حقيقته، زاده البريود اللي يلزمها في الخطبه زاده يلزمها تخرج معاه، وانا كونتر اللي ما يخليوش بناتهم يخرجوا يردوا بالهم على رواحهم، انا جو سوي بور، لكن ميم طون لازم تعرف طبيعته وتعرف شنيا علاش يمشي وعلاش يجي، ويتفاهموا ما يتفاهموش في برشا حاجات. راه ثم حاجات مثلا لي بارون ما يعرفوهمش، المراه والراجل هما اللي يحسوا بهم، وحاجات معناها حياتيه، فهمتني؟ دونك مش سهله، سي با فاسيل، ويلزم ثم اونتونت بيناتهم الزوز على قليله شويه، حتى اللي يستانسوا ببعضهم وبطبيعه بعضهم. انت كمراه تونسيه تو حاضره باش تعمل دار؟ والله هو حاضره باش نعمل دار، سؤال مش حاجه سهله، راهو حاضره انك تعمل دار، مسؤوليه، راهو مسؤوليه اول حاجه يلزمك تكون مسؤول على روحك دو ان، الشفيه عبد ساعات ما يكونش مسؤول على روحه فاش قام يمشي يحل دار، مش يكون بعد مسؤول على راجل، مسؤول على دار، مسؤول مش يجي صغار من بعد، راه دونك سي با فاسيل انك باش تكون مسؤوله فريمون وتاخذ قرار العرس. العرس راهو ماهوش معناها صغاريه وغناء وشتيح ورديح، راهو فما مسؤوليه كبيره بعد العرس، مسؤوله مش مسؤوله، دونك نحاول نكون مسؤوله ان شاء الله.
نفهم من كلامك اللي العرس مسؤولية أكبر من التصديرة والروبة البيضاء. أكبر من التصديرة والروبة البيضاء العرس. العرس مسؤولية كيف ما حكيت، مسؤوليتك أنت في روحك، مسؤولية دار، مسؤولية راجل، مسؤولية مصروف، جودي بيان مصروف. راهو التونسي توا ولا باش يوصل يعرس، تعرفش معناها يبقى عامين وثلاثة يخمم فيها. راهو العرس توا ولا أصعب من أنك توصل تحل بروجي. العرس في حد ذاته راهو بروجي، دونك مش ترقد وتقوم وتاخذ قرار أنك باش تعرس، نو. بالحق يلزموا تحذيرات، دو أن يلزمك تكون بسيشيكمون حاضرة أنه باش يولي إنسان في حياتك باش تعمل عائلة، دو يلزم يكون عندك يعني الوسائل المادية، عندك الفلوس باش تنجم تعرس، خاطر حبينا ولا كرهنا، العرس ماهوش كاتبين صديق في البلدية وتروح، تو كاتبين صديق في البلدية ولا كيما حكيت أنت، معناها إسكو أمك باش تقبل عادات تقاليد سبع أيام وسبع ليالي، دونك سي با فاسيل. فرضا جاتكم أزمة مادية بعد العرس، كيفاش تتعامل مع الموقف؟ أزمة مادية، دونك معناها هذه حاجة واردة على الآخر، باش نكونوا واضحين، يلزمنا نحطوا نكونوا معناها الحاتين ساقين على الأرض. دو أن، دو جو في لو ماكسيموم دو بارتاجي الأزمة هذيا، يعني ما يتحملهاش هو وحده وما نتحملهاش أنا وحدي. دونك نحاولوا نتقاسموا الأزمة هذيا وكاو. يبدا هو متغشش وحاز حمله على قلبه تاعب وكل شيء، أنت كيفاش تتعاملوا معاه؟ هز حمله معناها دون لو سونس تاع فلوسه. جو في لو ماكسيموم اني نحاول نخفف، ندخل في الحال ديريكت، دونك نبدا نتصرف باش ندخل الفلوس باش نخفف عليه شويه او موا. كيف ما حكيت لك راهي الحياه الزوجيه سي معناها اون بارتاج كل شيء، مشاكل، الفرحه، كل شيء اون بارتاجي تو. هذاك علاش فسرت لك راهو العرس ماهوش ساهل، ماهوش ديسيزيون تاع ترقد وتقوم وتمشي تعرس، نو. العرس يلزمك تخمم فيه كوم كيف ما حكيت لك من لي كوتي الكل، تخمم فيه من جهه المسؤوليه، تخمم فيه من جهه الفلوس، تخمم فيه راهو انسان باش يولي اوترومون، مش يبارتاجي معاك حياته ومش تبارتاجي معاه حياتك، دون لو سونس اي ديسيزيون باش تاخذه فما شكون باش يتدخل معاك في الديسيزيون هذيك. كان انت مستانسه ما تاخذ راي حد وتي تنفو من الناس الكل باش يكون صعيب شويه قرار العرس.